طيب بسم الله كده هنبدأ المحاضرة الثالثة موبايل كومبيوتنج. المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الجي اس ام، قلنا ان الجي اس ام ده اتعمل عشان ايه؟ عشان كان زمان كان كل دولة اوروبية ليها السيستم بتاعها، فانت دلوقتي لو انت سافرت من دولة لدولة موبايلك مش هيشتغل، فالجي اس ام ده هو ستاندرد كده عملناه بحيث ان انا لو سافرت بأي حتة موبايل يشتغل. طيب الجي اس ام ده متكون من ايه؟ بيقول لي هو حاجة زي الهيرايكي كده، ممكن نبدأ من تحت. احنا قلنا ان السل الواحده، او اتكلمنا ان السيلر نتورك نفسها متكونه من سيلز، تمام. طيب السل الواحده عشان تشتغل لازم يبقى ليها بيز ستيشن واحده على الاقل، فادي كده سيلز، مجموعه سيلز، ماشي، يعني السيلر نتورك مجموعه سيلز، والسل الواحده فيها بيز ستيشن، اكتر من بيز ستيشن متجمعه مع بعض فبتديني بيز ستيشن كنترولر هي اللي بتتحكم فيها، وبعد كده البيز ستيشن كنترولر اللي فوقها على طول الموبايل سويتشنج سنتر، بعدين اللي فوقها البابليك لاند موبايل نتورك. طب عشان الموضوع يكون واضح اكتر احنا ممكن ايه، ممكن لحظة واحدة كده. طيب نكمل. احنا قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها سيلر نتورك، فدي كده السيلر نتورك، ماشي، اهي السيلر، معلش بقى يعني ايه لو انا بطيئة شوية في الكتابة ممكن حد يسأل يسرع، ماشي، ده السيلر نتورك. طيب بتتكون من مجموعة من ايه؟ مجموعة من سيلز، تمام، فدي كده سيل، طيب دي سيل ودي سيل ودي سيل. طيب السيل الواحدة عشان تشتغل لازم يبقى فيها ايه؟ بيبقى جواها بيز ستيشن واحدة على الأقل، بيز ستيشن واحدة على الأقل عشان تشتغل، ماشي. بتعمل ايه؟ بترانسمير كده، بتعمل ترانسفير وترانسمات كده للداتا، يعني بتبعت بتستقبل الداتا وبتنقلها، يعني فدي كده البيز ستيشن، يعني هنعتبرها بيز ستيشن. طيب فدي كده البيز ستيشن. طيب اكتر من بيز ستيشن متوصلين مع بعض بيتوصلوا بالبيز ستيشن كنترولر، بيز ستيشن، او ممكن نقول بيز ستيشن كنترولر، ماشي. طيب البيز ستيشن كنترولر فوقيها في الهيراركي، ماشي، موبايل سويتشنج سنتر، وهنعرف كل كومبوننت بالظبط بيعمل ايه، بس احنا بس بنعرف الهيرايكي من فوق كده كابستراكت، وبعدين هنعرف كل حاجه بالتفصيل بتعمل ايه. يبقى انا عرفت ان في سيلر نتورك بتتكون من سيلز، كل سيل ليها بيز ستيشن واحده على الاقل، البيز ستيشن اكتر من بيز ستيشن متوصلين مع بعض البيز ستيشن كنترولر، البيز ستيشن كنترولر متوصله موبايل سويتشنج سنتر، بعد كده الموبايل سويتشنج سنتر متوصل بايه؟ متوصل باخر حاجه خالص اللي هي البابليك لاند موبايل نتورك. طيب ده كده شكل كهيراركي. طيب ممكن نبص هنا كده، ادي كده هما بيز ستيشن دي ممكن يسموها بيز ترانسفير ستيشن، ماشي، فدي كده ده اللي عندي الموبايل ستيشن. الموبايل ستيشن ده اللي هو موبايل عليه السيم كارد، ماشي، فده موبايل عليه السيم كارد عادي جدا متوصل بالبيز ستيشن، ودي كده بيز ستيشن، بيز ستيشن وبيز ستيشن اتنين متوصلين ببعض بيتوصلوا بعض مع بعض بالبيز ستيشن كنترولر، تمام، اهي البيز ستيشن كنترولر دي. طيب البيز ستيشن كنترولر متوصل بايه؟ متوصل بالموبايل سويتشنج سنتر، الموبايل سويتشنج سنتر متوصل بمجموعة من الداتا بيزز هنعرف بعضها النهاردة، ومتوصل بالايه؟ بالجي ام اس سي، تمام. في هنا كومبوننت متوصل بمعظم الكومبوننتس الموجوده هنا اللي هو الاو ام سي. الاو ام سي ده هو عباره عن ايه؟ الاو ام سي ده هو اوبريشن اند مينتينز سنتر، وده حاجه كده زي الاو اس كده بتاع المكان، هو اللي بيمانج الدنيا، فهو متوصل بمعظم الكومبوننت الموجوده هنا. يبقى تاني كده احنا ممكن نقول ان احنا عندنا سيلر نتورك متكونه من مجموعه من السيلز، كل سيل ليها بيز ستيشن واحده على الاقل، اكتر من بيز ستيشن متوصلين مع بعض بيتوصلوا بحاجه اسمها بيز ستيشن كنترولر اللي هي دي، ماشي، او ممكن نشوفها على الرسمه دي اللي هي دي البيز ستيشن كنترولر، وبعد كده البيز ستيشن كنترولر متوصله بالموبايل سويتشنج سنتر، الموبايل سويتشنج سنتر متوصل بايه؟ بالبابليك لاند موبايل نتورك.
تمام. الموبايل تيتشنج سنتر يعني متوصل بمجموعه من الايه من الداتابيز، ومعظم الكومبوننت دي كلها متوصله بالاو ام سي اللي هو الاوبريتنج اوبريشن اند مينتين سنتر. تعالوا نبص على هنا كده، لو احنا هنقسمها كلايرز فاحنا كلايرز دي كده مجموعه من الموبايل ستيشن اللي هو الموبايل فيه السيم كورد متوصلين بالبيز ستيشن. ماشي، البيز ستيشنز كلها متوصله عن طريق بيز ستيشن كنترولر، وده كده اسمه راديو سب سيستم. بعد كده جزء النتورك وسويتشنج اللي هو موبايل سويتشنج كنترولر متوصل بالايه بالداتابيز. وبعد كده الاوبريشن سب سيستم اللي هو الاو ام سي، الجزء بتاع الاو ام سي اللي هو الجزء بتاع الاو اس. بعد كده الجزء بتاع الانترنت والايه البي دي ان، ده عباره عن داتا انفراستراكشر. تمام تمام مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الهيراي كده. الجي اس ام انتيتيز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن موبايل ستيشن، موبايل ستيشن اللي هو الموبايل وفيه السيم كورد. بعد كده البيز ستيشن سب سيستم اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن البيز ستيشن العاديه والبيز ستيشن كنترولر، اكتر من بيز ستيشن متوصلين مع بعض بيتوصلوا مع بعض بالبيز ستيشن كنترولر. طيب بعد كده عندي النتورك والسويتشنج سب سيستم اللي هو الان اس اس، وده عباره عن ايه؟ ده بينكلود الموبايل سويتشنج سنتر والداتابيزز اللي احنا هنتعرف عليها في يعني الثلث الاخير من المحاضره. بعد كده الاوبريشن اند سبورت سب سيستم، يبقى انا قلت ان انا عندي الانتيتيز هم موبايل ستيشن اللي هو الموبايل والسيم كورد، بعد كده البيز ستيشن سب سيستم اللي هو البيز ستيشن والبيز ستيشن كنترولر، بعد كده النتورك والسويتشنج سب سيستم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن موبايل سويتشنج سنتر و الداتابيسز بتاعتنا، بعد كده الاوبريشن اند سبورت سب سيستم اللي هو الاو اس اس اللي هو بيتكون من الاو ام سي يعني. طيب نتكلم على اول واحده اللي هي الموبايل ستيشن، ما فيهاش حاجه، هي عباره عن موبايل والسيم كارد، فما فيهاش حاجه تتقال. لكن اللي فيه حاجه تتقال هي البيز ستيشن سب سيستم. البيز ستيشن سب سيستم ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البيز ستيشن والبيز ستيشن كنترولر. طيب بيقول لي ان هو مسؤول عن الترانسميشن بتاعت الداتا، مسؤولة ان هو ينقل الداتا. طيب البيز ستيشن بتانكلود فيها ترانسيفرز، فالترانسيفرز دي فيها كام؟ فيها من 1 ل16 ترانسيفر. طيب الترانسيفر ده ممكن عدده يزيد عن 16، فكل ما زاد كل ما الكفرج اريا اللي انا بخطيها زادت. بيقول لي ان هو كل كومبوننت بيوصل بالكومبوننت اللي بعده، وبيقول لي ان البيز ستيشن كنترولر بتكونكت البيز ستيشن بي الموبايل سويتشنج سيستم. تمام، يعني ممكن نرسمها كده، البيز ستيشن دي كده البيز ستيشن، ماشي بيز ستيشن ماشي متوصله بالايه بالموبايل سويتشنج سنتر عن طريق الايه البيز ستيشن كنترولر. دي متوصله بدي، دي متوصله بدي كده. تمام تمام. طيب في ايه كمان ممكن يتقال؟ بتقول ان هي بتمانج الراديو ريسورسز فور وان اور مور بيز ستيشن. طيب في هنا حاجه تانية تتقال، بتقول ان هي بتكونكت الموبايل ستيشن اللي هو الموبايل اللي فيه السيم كورد دي بالنتورك، هي اللي بتخلي الموبايل ده فيه متوصل بالايه بالنتورك. طيب يبقى البيز ستيشن سب سيستم قلت ان هو فيه ترانسيفرز، الترانسيفرز دي من 1 ل16، كل ما بيزيد كل ما الكفرج اريا بتزيد. قلت ان هي مسؤوله عن هي تعمل ترانسميشن للداتا وبتنقل للداتا. قلت ان هي بتوصل البيز ستيشن بالموبايل سويتشنج نتورك عن طريق الايه البيز ستيشن كنترولر. طيب وقلت ان هي بتمانج الراديو ريسورسز وبتوصل الموبايل ستيشن بالايه بالنتورك بتاعتي. طيب النتورك سويتشنج سب سيستم دي عباره عن ايه؟ بيقول لي ان السنترال، قلنا ان دي عباره عن موبايل ستيشن كنترولر وشويه داتابيسز. طيب بيقول لي ان السنترال كومبوننت از الايه الام اس سي. طيب بديهي يعني السنترال هو الموبايل سويتشنج سنتر، فهي بديهي يعني. طيب بيقول لي ان هي بتعمل كونكت
ما بين تو موبايل فونز في نفس النتورك او في نفس النتورك، وبيقول لي ان كونكشن بتوين موبايل فون تو فيكسد فون. طيب بيقول لي في حاجه مهمه جدا، ان هي بتهندل الريجستريشن والاوثنتيكيشن واللوكيشن ابديتنج والهاند اوفر للكول راوتنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا ماشيه وبتكلم في التليفون وماشيه بالعربيه ماشي، فانا كده بنتقل من نتورك لنتورك تانيه، فهي المسؤوله على ان هي تهندل الريجستريشن بتاعي، ان هي تنقلني وتعمل لي ريجستر في النتورك الجديده اللي انا دخلتها دي، وتعمل لي اوثنتيكيشن وتقضيت اللوكيشن بتاعي، ان انا دلوقتي اللوكيشن بتاعي بدل ما كنت مثلا في مدينه نصر فانا بقيت في 6 اكتوبر. ومثلا الهاند اوفر، الهاند اوفر ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انا مش بس هنقل اللوكيشن بتاعي، لا ده البروسيس هتفضل مستمره، الداتا هتتنقل معايا، المكالمه هتفضل شغاله. يعني مش بس انا، يعني الهاند اوفر هو عباره عن، مش عباره عن بس ان انا بنقل ال او بعمل ابديت للوكيشن بس، بهندل الريجستر بس، بريجستر نفسي في النتورك الجديده واعمل اوثنتيكيشن واعمل ابديت للوكيشن، لا ده انا كمان هنقل الداتا او هنقل البروسيس تفضل المستمره اللي انا ماشيه بيها. فانا عمليه نقل الداتا دي اسمها الهاند اوفر. والكور راوتنج، الكور راوتنج يعني ايه؟ الكور راوتنج هي عباره عن ان انا لما اجي اتصل بحد انا ما اعرفش، انا يعني ما اعرفش اللوكيشن الشخص اللي انا بتصل بيه ده، انا مجرد بفتح تليفوني هتصل بمين، هتصل بسعاد مثلا، فاتصلت بسعاد عادي جدا ماشي. طب اللوكيشن سعاد فين؟ انا ما اعرفش اللوكيشن سعاد فين. بيحصل كل راوتنج بطريقه معينه انا اعرفها كمان كام سلايد، يعرف لي فين اللوكيشن سعاد ويروح يتصل بيها. تمام. طيب بت انكلود الداتابيزز ايه اللي بتمانج الموبيليتي اوف رومنج؟ الرومنج ده ان انا اخرج بره الشبكه اصلا، اخرج بره النتورك اصلا. تمام. فهي بتضبط الحته دي. طيب بيقول لي ان الموبايل سويتشنج سنتر واتنين داتابيز اسمهم الاتش ال ار والفي ال ار هم المسؤولين عن الكور راوتنج والرومنج. طيب احنا عرفنا خلاص الكور راوتنج اللي هو عباره عن ان انا اعرف مكان او انا بتصل بحد اعرف اللوكيشن بتاعه فين واروح اتصل بيه، وعرفنا ان الرومنج ان انا اخرج بره الشبكه اصلا. مين المسؤول عن كده؟ الموبايل سويتشنج سنتر والاتش ال ار والفي ال ار. طيب ايه هي الاتش ال ار واختصار لايه؟ ال HLR هي عبارة عن Home Location Register، وال VLR هو عبارة عن Visitor Location Register. طيب ايه هي ال HLR؟ ال HLR دي هي عبارة عن Database بيبقى جواها ايه؟ بيبقى جواها ال Authentication Info بتاعتي، بيبقى جواها انا عليا مثلا فاتورة ولا لا، بتشيل مثلا السيرفيسز اللي انا مشتركة فيها، بتشيل Storage of SMS Service Center، بتشيل حاجتين تانيين مهمين جدا، بتشيل بوينتر على الفي ال ار، وبتشيل الباور اوف ستيتس انفو. ايه الباور اوف ستيتس انفو ده؟ وايه البوينتر على الفي ال ار ده؟ ايه لازمته؟ الباور ستيتس انفو ان انا دلوقتي لو موبايلي مقفول فانا اول ما اروح اتصل بيجيلي الهاتف ده مغلق او غير متاح، فهو بيشيل الموبايل مقفول ولا مفتوح، بيشيل الستيتس دي. هل الموبايل مقفول؟ الموبايل مقفول روح ابعتله ان الموبايل مقفول على طول. موبايل مفتوح روح ابعت له موبايل مفتوح وروح تدور بقى على الايه، على اللوكيشن بتاع الشخص وهكذا. طيب طيب انا دلوقتي عايز ادور على اللوكيشن بتاع الشخص، هعمل ايه او ايه اللي فيه اللوكيشن اصلا؟ البوينتر بتاع الفي ال ار ده بقى، الفي ال ار جواه اللوكيشن بتاعي انا دلوقتي، انا سعاد فين؟ سعاد موجود اللوكيشن بتاعها في الفي ال ار. تمام. تمام. فده كده بالنسبه للايه، البوينتر للفي ال ار ان هو شايل لوكيشن الشخص. طيب الباور اوف ستيتس ان هو عباره عن ايه؟ بيقول لي الموبايل مفتوح ولا مقفول. يبقى هو فيها ايه؟ فيها الاوثنتيكيشن انفو، فيها الايدنتيفيكيشن انفو، فيها انا عليا فاتوره ولا لا، فيها السيرفيس اللي انا بستخدمها، فيها الستورج اس ام اس، فيها كمان البوينتر على الفي ال ار والباور اوف ستيتس انفو. طيب الاتش ال ار فيزيكالي امبلمنتد از ديستريبيوتد داتابيز، اكيد بديهي جدا ان هي ديستريبيوتد داتابيز، لكن لوجيكلي احنا بنعتبرها ان اتش ال ار واحده للجي اس ام كله. تمام. طيب الفي ال ار هي عباره عن، احنا بنعتبرها كده كانها كاش موجوده جوه الموبايل سويتشنج سنتر. تمام. يبقى ممكن سريعا نتكلم عن ال ان اس اس. ال ان اس اس ان هو النيتورك سويتشنج سب سيستم، قلت ان هو مسؤول عن ايه؟ عن ان هو يابديت اللوكيشن بتاعي، يهندل الهاند اوفر، يعمل كول راوتنج، يهندل الريجستريشن، يهندل الاوثنتيكيشن. انا دلوقتي بتصل بحد وهو في لوكيشن وانا بتحرك، فانا مسؤول ان انا
يعمل لي ريجستر في النتورك اللي انا دخلتها دي، يعمل ابديت للوكيشن بتاعي، ينقل الداتا، والبروسيس تستمر اللي هي فيما معناه الهاند اوفر، يعمل الكول راوتنج، يعرف مكان الشخص اللي بتصل بيه ويروح يتصل بيه وهكذا، ويعمل رومينج. الرومينج عشان تتعمل هي والكول راوتنج محتاجه موبايل سيرفنج سنتر اتش ال ار في ال ار. يعني ايه اتش ال ار؟ اتش ال ار دي عباره عن داتابيس بتشيل اوثنتيكيشن انفو، ايدنتيفيكيشن انفو، انا عليها فاتوره ولا لا، اس ام اس، والباور اوف ستيتس انفو، وبوينتر على الفي ال ار. بوينتر على الفي ال ار ده عباره عن ايه؟ عباره عن المكان اللي فيه اللوكيشن بتاعي. طيب الموبيلتي مانجمنت، انا دلوقتي اتصلت بحد، المكالمه هتروح له ازاي؟ بكل بساطه انا دلوقتي هطلع من الفي ال ار بتاعي، ماشي، اللي هو شايل اللوكيشن بتاعي، وهروح للاتش ال ار، ماشي. الاتش ال ار هيروح يكونكت بالفي ال ار بتاعه الشخص التاني، او هيروح يشوف البوينتر بتاع الفي ال ار بتاع الشخص التاني، وببساطه هعرف اللوكيشن بتاعه من خلال الفي ال ار بتاعه، وبعد كده هتصل بيه عديد. طيب في حاجه اسمها ايه بقى؟ في حاجه اسمها لوكيشن مانجمنت، تقريبا لوكيشن مانجمنت. اه اللوكيشن مانجمنت دي مسؤوله عن ان انا اعمل ابديت لللوكيشن. تمام. طيب طيب بيقول ال HLR is referred for incoming calls، وال VLR is referred for ال outgoing calls. دي حتة مهمة. طيب ممكن نقرا الحتة بتاعت ال LM دي. ال LM هي عبارة عن is concerned with the procedures that enable the system to know the current location of board on mobile station so that the incoming call routing can be completed. طيب طيب احنا دايما بنعمل ايه؟ دايما لما اللوكيشن بتاعي بيتغير، فانا بكنسل اللوكيشن القديم الموجود في ال VLR، وبحط اللوكيشن الجديد الموجود وحطه واسجله في ال VLR. طيب when mobile station is switched on in a new location area or different BLMN, the subscriber must register with the new network to indicate its current location. نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب يعني ايه هاند اوفر؟ قلنا الهاند اوفر ان انا انقل، مش بس ان انا يعني اللوكيشن بتاعي اعمل له ابديت، لا، الهدف ان انا انقل الداتا، اخلي البروسيس تستمر. فبيقول لي while a call is in progress in cellular network the user may move away or closer to a tower. When the user ان هو بي move away the radio signal strength or the power of the signal keeps reducing، بتقل ال signal، بتقل اكيد الاشارة هتقل. This can result in change of a of the channel or cell. طيب result in a change. طيب بيقول this procedure of changing the resource called handover. طيب ان انا اعمل changing the resource ده اسمه هاند اوفر، ان انا انقل حاجه من لوكيشن للوكيشن، انقل الداتا من لوكيشن للوكيشن، او اخلي البروسيس تستمر من لوكيشن للوكيشن، ده اسمه هاند اوفر. في 4 تايبس اون هاند اوفر، منهم 2 مين تايبس. التو مين تايبس اللي هو الانترنال والاكسترنال هاند اوفر. الانترنال هاند اوفر ان انا ابقى في السيم سيل، ماشي، او في السيم بيز ستيشن كنترولر، يعني يحصل تغير، يحصل تشينج في السيم سيل، ماشي، يحصل channels time slots، أو يحصل في أكتر من base station بس في نفس ال base station controller، ماشي، ودول نوعين مختلفين. طيب ال external إن هو يحصل في different base station controller بس في نفس الموبايل switching controller. طيب ممكن يحصل في different mobile station controller، وده برضه external. يعني internal ان هو يحصل في نفس السيل، او يحصل في سيلز مختلفة بس في نفس ال base station controller. ال external ان هو يحصل في نفس ال mobile switching center بس في base station controller مختلف، او ال external ان هو يحصل في mobile switching center مختلف. طبعا عرفنا الفرق ما بين الراوتينج والرومينج. الراوتينج ان انا اوصل للشخص اللي انا عايز اكلمه، اوصل لللوكيشن بتاعه. الرومينج ان انا اخرج بره الشبكه اصلا.
ال OSS اللي هو Operation and Support Subsystem، بيقول لي ان هو مسؤول او في داتابيز معروفه اللي هي الاي اي ار، ودي المسؤوله عن ان هي تعرف لي الموبايل مسروق ولا لا، الخط ده سليم ولا لا، الكلام ده كله. مسؤوله برضو عن انها تمنع او تسمح بمكالمات معينه، يعني مثلا تمنع مكالمات مثلا مش مسموح بيها او ايا يكن يعني. ماشي. ال OSS دي connected to the different component of NSS and BSC اللي هي network و ال base station controller. طيب في عندي حاجة اسمها ال IMEI، دي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن معلش احنا اللي هي عبارة عن ايه؟ ال International Mobile Equipment Identity. كل موبايل ليه بيدنتيفاي باي ال International Mobile Equipment Identity. طيب اخر حاجة خالص اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي 3 tier architecture، اللي هي عبارة عن ان انا اي application لازم بخليها 3 tier architecture، اللي هو ال presentation tier او ال اللي هي زي الـ GUI أو الـ Interface، وبعد كده الـ Application، وبعد كده الـ Data، زي Layers كده. تمام. وده الشكل بتاعها، إن يعني هي ده الـ Interface، وبعد كده هنا بيبقى فيه الـ Process أو الـ Application نفسه، ودي الـ Database. بفصل كل حاجة بحيث إن يبقى فيه Abstraction يعني أو كده. طيب الكلام ده مفهوش أي حاجة يعني، بس في حتة هنا احنا مهم إن احنا نقولها، إن احنا عندنا بروتوكول معين اسمه SyncML. ده بروتوكول تو ستاندرايز سينكرونايزيشن اوف داتا اكسس فروم ديفرنت نودز. ماشي. بس ده المهم يعني تعرف الحته دي. اصلا الدكتور تقريبا ما قريتش السلايدز دي يعني، بس احنا بس المهم ان احنا عارفين ان ده بروتوكول اسمه سينك ام ال. ماشي. ما جبتش سيرته، بس المهم ان احنا نبقى عارفينه. المهم ان احنا نبقى عارفين الابلكيشن هو اللي فيه التكنولوجيز بتاعت الجافا والبي اتش بي والحاجات دي كلها. الداتا بيس بتبقى اندبندنت، ملهاش علاقة بالموضوع ده. تمام. تمام. هنا نبقى عارفين هنا هيبقى فيه الداتا بيس. تمام. تمام. هنا نبقى عارفين ده الانترفيس بتاعنا. بس كده يعني. و it should be context aware and device independent. context aware ان هو يبقى واعي بال environment اللي حواليه، بالحاجة اللي surrounded اللي حواليه. طيب ممكن نريكاب سريع اللي احنا قلناه. احنا قلنا ان احنا عندنا cellular network. cellular network فيها cells. ماشي. cell الواحدة فيها base station على الأقل، واحدة على الأقل. base station ممكن يبقى فيها أكتر من base station. base stations المختلفة متوصلة ب base station controller. base station controller متوصل بحاجة اسمها mobile switching center. mobile switching center متوصل ب عندنا حاجة اسمها public land mobile network PLMN. ماشي. ودي شفناها عن طريق الموضوع ده، وقلنا ان mobile switching center متكون من مجموعة او فيه عبارة عن مجموعة databases. بعد كده قلنا ان احنا عندنا دي نفس الرسمه. بعد كده قلنا ان الانتيتيز اللي عندنا موبايل ستيشن، ده عباره عن موبايل والسيم كورد والبيز ستيشن سب سيستم اللي هو البيز ستيشن والبيز ستيشن كنترولر. بعد كده نتورك سويتشنج سب سيستم اللي هو عباره عن موبايل سويتشنج سنتر و المجموعه من الداتابيسز اللي هي ال اتش ال ار في ال ار اي اي ار اوبريشن اند سبورت سب سيستم. بعد كده اتكلمنا عن البيز ستيشن سب سيستم، وقلنا ان هي بتكونكت الموبايل ستيشن بالنتورك، وقلنا ان هي ان البيز ستيشن بتتوصل بالام اس سي الموبايل سويتشنج سنتر عن طريق البيز ستيشن كنترولر. قلت ان هي كل ما الترانسفير الترانسيفرز اللي فيها زادت كل ما الكفرج اريا زادت. بعد كده اتكلمنا عن النتورك سويتشنج سب سيستم، قلت ان هي عباره عن الموبايل سويتشنج سنتر والاتش ال ار والفي ال ار. قلت ان هي مسؤوله عن الهاند ريجستريشن اوثنتيكيشن لوكيشن ابديتنج هاند اوفر اند كور راوتينج والرومينج. طيب بعد كده اتكلمنا ان احنا عندنا حاجه اسمها هوم
location register HLR فيها ال authentication وال identification info وال billing info وال storage وفيها pointer على ال VLR اللي فيه ال location بتاعي وفيها ال power off status info اللي هو الموبايل مقفول ولا مفتوح. ولان هي physically هي distributed بس ك logically هي احنا بنقول ان هي only one ماشي HLR for او peer GSM. قلنا ان ال VLR هي عبارة عن كاش موجودة في الموبايل تشارجنج سنتر. كلامنا عن الموبيلتي وقلت ان انا عشان اتحرك من مكان للتاني او عن مكالمة يعني, فالمكالمة بتروح من ال VLR بتاعي بتروح على ال HLR بتروح على ال VLR بتاعه والمكالمة بتتم. بعد كده اتكلمت عن الهاند اوفر وقلت ان الهاند اوفر هو عبارة عن ايه. هو عبارة عن ان انا بنقل الداتا بنقل البروسيس بتاعتي من لوكيشن للتاني. ممكن تكون انترنال ممكن تكون اكسترنال, ممكن تكون انترنال يعني في نفس السيل او ممكن تكون انترنال عن طريق ان هي في نفس يعني ممكن تكون في بيز ستيشنز مختلفه بس في نفس البيز ستيشن كنترولر. قلنا ان هي ممكن تكون اكسترنال ان هي ديفرنت بيز ستيشن كنترولر بس في نفس الموبايل سيتنج سنتر او في موبايل سيتنج سنتر مختلفين. ده بالنسبه للاكسترنال. قلنا فرق بين الروتينج الروتينج والرومينج. الرومينج ان انا بخرج من بره الشبكه اصلا. وقلنا بعد كده ان احنا عندنا اوبريشن اند سبورت سب سيستم الاو ام سي اللي هو عباره عن الاوبريتنج سيستم بتاع الحاجه او اللي هو بيظبط الدنيا. فيها داتابيز مهمه اسمها اي اي ار دي بتمنع مكالمات مش مسموحه او ان هي كمان بتشوف الموبايل ده valid ولا لا, بتشوف الموبايل مسروق ولا لا وهكذا. بعد كده اتكلمنا عن user interface process management. وقلنا ان user interface لازم يكون aware بال environment ولازم يكون ال process management دي ال application layer او عبارة عن application جزء ال technology نفسه. بعد كده database وده بيبقى جزء الـ الداتابيز بتاعي. بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها Sync ML ده بروتوكول معين مسؤول عن Synchronization Data Access. بس كده دي المحاضرة, اتمنى يعني تكون مفهومة وشكرا.